ندخل مباشرة على المكالمة مع الدكتور راشد الربيع. الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك دكتور. أولا نحن فخورون جدا بالجهود التي تقومون بها تعبيرا عن تعاطف أهل عمان مع أهل فلسطين. بداية دكتور، تعطينا نبذة عن الجهود التي تقومون بها وفي أي إطار تعملون؟ جزاك الله خير دكتور سيف على هذا الاتصال، والسلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم. آمين 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 آمين. تفضل. على العموم، المبادرة العمانية الأهلية لمناصرة فلسطين هي عبارة عن فريق تطوعي أهلي هدفه إيجاد نافذة للتضامن ما بين العمانيين وإخوانهم في فلسطين في الأمور الإنسانية والإغاثية والأعمال الخيرية. يعني لا أستطيع أن أسرد تاريخ المبادرة الآن. أنشئت المبادرة تقريبا من 14 شهرا تقريبا في جمادى الآخرة عام 1434، وقامت بالعديد من المشاريع. حاليا في رمضان المبادرة كانت تخطط لمشاريع رمضانية، بالتحديد 4 مشاريع: سلة رمضانية وإفطارات صائم وتوزيع الزكوات وتوزيع كسوة. طبعا كل هذا يخدم فئة الفقراء في قطاع غزة، وكان هناك أيضا مشروع لإفطارات صائم في المسجد الأقصى، والحمد لله تم تنفيذه بالأمس. غير كذا، طبعا مع وجود هذه العدوان الجديد على قطاع غزة، كان لابد أن يكون لنا جهد في تخفيف الأعباء على المصابين والمتضررين، وأيضا مساعدة جهات رسمية في محاولة استيعاب الأزمات في هذا الوقت. طيب دكتور راشد، يعني ما هي طريقة وصولكم إلى غزة وإلى فلسطين عموما؟ هل الطريق ممهد للوصول إلى هناك من أجل إيصال هذه المعونات؟ نعم، حاليا نحن طبعا التبرعات والمعونات نرسلها عن طريق يعني من هنا إلى فلسطين بدون ذهاب إلى هناك. نستخدم طبعا احنا الوسائل الأكثر بساطة. كما تعلم قطاع غزة محاصر حتى في المجال المصرفي، يعني تحويل الأموال إلى قطاع غزة متعذر حاليا. طيب. وفي ظروف الحرب أيضا جميع البنوك مغلقة الآن، بنوك منذ حوالي أسبوع مغلقة، لكن على العموم حتى نحن قطاع البنوك لم نستطع أن نستخدمه لأنه لا يوجد أي اتصال بين بنوك قطاع غزة والعالم الخارجي. فنحن نستخدم يعني نظام التحويلات المالية البسيطة الفردية الشخصية، نحاول أن نقوم بتحويلات جماعية إلى مستقبلين جماعيين، ثم يعني مستقبلين جماعة، ثم هؤلاء يسلمونها إلى المنسق هناك في قطاع غزة. عندنا منسق مكتب تنسيق يقوم بتقييد كل شيء وتوثيقه وتوزيعه واعتماد المشاريع وتوثيقها وإعداد التقارير، وكل نحاول أن نعمل بكل مهنية. طيب دكتور، يعني هذا بالنسبة لوصولكم أنتم إلى فلسطين وطريقة إيصال المعونات، لكن أهل عمان هنا طريقة تواصلهم معكم عن طريق ماذا يكون؟ طبعا احنا عندنا حسابات للمبادرة بالنسبة للتبرعات. بالنسبة طبعا للتواصل والاستفسار، عندنا رقم الهاتف وعندنا صفحة الفيسبوك، وصفحة الفيسبوك ايضا يعني هناك الكثير من التواصل عبرها. تقريبا هذه القنوات التي يمكن التواصل معها. التبرعات يعني هناك حسابات مفتوحه للتبرعات. طيب الحمد لله. طيب. هناك اقبال كبير. الحمد لله. نعم. وهكذا اهل الخير عموما، يعني والمسلمون مع بعضهم. طيب دكتور، هل حصلتم على اشهار لهذه المبادره الاهليه؟ حتى الان حقيقه لم نحصل على اشهار رسمي. لقد تقدمنا سابقا الى العديد من الجهات. تحدثنا اولا مع الهيئه العمانيه للاعمال الخيريه، وايضا الى وزاره التنميه الاجتماعيه، وايضا خاطبنا معالي وزير الشؤون القانونيه. وخاطبنا جهات مسؤوله اخرى، وايضا تحدثنا مع سماحه الشيخ في هذا المجال. ونسال الله عز وجل ان ييسر لنا اشهارا قريبا. ما الذي تريد؟ وانا هنا اسمح للدكتور سيد انتهز الفرصه
يعني وارفع الى مقام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد الفدى مناشدة هنا لمباركة هذه المبادرة وإعطائها الصفة الرسمية والشرعية واعتبارها حاجة من العمانيين. هناك حاجة لدى العمانيين لوجود قناة أهلية فيها نوع من السلاسة والسهولة للتواصل مع إخوانهم طبعا في المجالات الإنسانية والإغاثية والأعمال الخيرية التي هي حق لكل أحد وحق يجب يعني يحق لأحد أن لأي أحد أن يمارس. وأيضا أوجه كلامي إلى سماحة الشيخ أولا للدعاء لإخواننا في قطاع غزة، فإن الكرب عظيم والحقيقة لا أحد يستطيع أن يتصور المعاناة والمأساة التي يعيشها إخوان هناك. هناك حصار الذي يعني جعل القطاع وأهله في أضعف حالة يمكن أن يكونوا عليها، ثم جاءت هذه الحرب لتضيف المعاناة والعبء والإرهاق. فأسأل منه سماحته أول شيء أن ندعو لهم، وأيضا أتمنى أن يوجه كلمة إلى المسؤولين لاحتضان هذه المبادرة يعني أن يكونوا يدا معها وأن يعني يساعدون في مسألة الإشهار أيضا. جزاهم الله خيرا. إن شاء الله دكتور راشد، شكر الله لك على هذه الفرصة وشكر الله لك على هذه الجهود التي تقوم بها أنت ومعك، وبارك الله فيكم. بارك الله. شكرا جزيلا. سمحة الشيخ يناشدكم أن توجهوا كلمة للمسؤولين لاحتضان هذه المبادرة. هذه مبادرة خيرة وهي من التعاطف بين المسلمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فكل جزء من أي شعب من الشعوب المسلمة وعضو من هذا الجسم الكبير جسم الأمة الإسلامية على جميع المسلمين أن يشعروا بالآلام تجاه ما يصيبه حتى يبذلوا كل ما بإمكانهم، يبذلوا قصارى جهدهم لأجل إيصال الخير إليهم. فنحن نرجو من الله تعالى أن يتجه المسؤولون إلى هذا الأمر وأن يدركوه وأن يقوموا بهذا الواجب، والله تعالى ولي التوفيق. موضوع الدعاء سنتركه في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى، لكن سمحة الشيخ سنترك فاصلا قصيرا الآن بين موضوعنا وبين هذا الموضوع الذي نحرص دائما في كل حلقة على أن نذكر به. الآن ما يواجهه أهل فلسطين وغزة بالتحديد كرب عظيم كما قال، والعدوان أضاف مأساة أخرى، لكن في المقابل هناك جهتان تشتغلان تؤيدان هذا العدوان، جهة إعلامية من بعض البلدان المسلمة وجهة أيضا فكرية التي ترى أن هذا ليس صراعا ضد أهل فلسطين، إنما هو صراع ضد مجموعة من الناس تريد أن تتحكم سياسيا في المستقبل. ما تعليقكم على هذا؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على انحراف في الفطرة وفساد في الفكر وبعد عن الحق والحقيقة. المسلم لا يرضى بأن تداس كرامة المسلم وتنتهك حرمته ويسفك دمه ويفعل الأفاعيل العظيمة في ذريته وفي أهله وفي مجموعته، ومع ذلك يبقى المسلمون هكذا متفرجين أو مؤيدين للمعتدي. المعتدي لو اعتدى مسلم على غير مسلم لوجب أن يقبض على يده وألا يترك يمارس العدوان، فكيف بالعدوان من أشرس عدو على المسلمين يعتدي على طائفة ضعيفة ليس عندها من السلاح ما تتمكن به من المقاومة، وإن كانت تبذل قصارى جهدها في المقاومة؟ كيف إذا كان ألا يجب على المسلمين جميعا أن يهبوا هبة رجل واحد من أجل إنقاذ إخوانهم ونصرتهم؟ هذا النصر واجب، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. النصر واجب، لا يجوز التردد فيه بأي حال من الأحوال، فيجب
على الكل أن يهبوا لنصرة إخوانهم المسلمين، وعلى الدول الإسلامية أن تقف موقفا إيجابيا في هذا الأمر. نحن نخاطب الحكومات المسلمة ونخاطب الشعوب المسلمة أيضا أن يرصوا صفهم ويجمعوا كلمتهم ولا يسمعوا لمثل هذه الدعايات المغرضة وهذه الأهواء التي تنفثها ألسنة. هذه الألسنة تعبر عما وقر في صدور أصحابها من الأحقاد. هذه أحقاد. نعم، نسأل الله العافية.